جمعية العمل النسوي كمؤسسة هي مستندة على تاريخ نضالي لمؤسسات من اتحاد العمل النسوي من 78. استراتيجيتنا بتنطلق من نقطتين أساسيتين: حشد طاقات النساء حول حقوقها وموضوع التمكين الاقتصادي. يعني شفنا مع حالة الفقر القائمة لابد من موائمة كل برنامجنا مع احتياجات النساء، منشان هيك في الخليل مشروع غير نمطي. هدول السيدات من مجموعاتنا اللي دايما نحكي معهم نعمل توعية دخلوا. احنا كجمعية حطينا الوديعة الأولى بالصندوق، والمشروع كان بيستند انه هدول الستات اتدربوا على كل القضايا، كيف يديروا مشروعهم وكيف يشتغلوا بالنجارة، زائد كيف ممكن ترفعي وعيهم بكل القضايا حتى يقدر المشروع يمشي بالتدريب التقني اللي يقدر ياخدوا منه دخل، وتوعوي اللي هنا يقدر يلعبوا دور بالمجتمع. التحدي الرئيسي انه تقدر هاي المشاريع كلياتها سواء بجنين او بالخليل او بيعبد عرابة بكل المناطق اللي بنشتغل فيها، مناطق رام الله، انه نقدر انه نكمل ويصير الانتاج كافي لانه نستغني عن التمويل من اصدقاء او من غير اصدقاء. يقدروا الستات يعرفوا انه هذا المشروع هو مستدام ومش مربوط بالتمويل. كان المشروع بدايته والشعار الكبير انه نساء الخليل يستطيعن، وفي حقيقة هن استطاعوا. انا تجربتي الشخصية اني بنزل على المحلات وبشتري خشب وبحاسب الرجال، بشوفه انه كثير اثبتت شخصيتي وجدارتي على ارض الواقع، وغيرنا من الثقافة السائدة في المجتمع وطورنا بهدول الستات، وكمان على مستوى او على صعيد ابنائهم طوروا في ابنائهم. هدفنا من المشروع مساعدة أطفال الروضات والحضانات على فهم المادة التعليمية بطريقة أسهل، وتمكين النساء اقتصاديا. كسرنا حاجز الخوف وحاجز العادات والتقاليد اللي كانوا يقول عليها. صارت عندنا جرأة والكفاءة بالشغل، وجرأة إن نيجي على البلد القديم. كانت إنه يحكوا إن بلد القديم فيها احتلال وفيها جيش وخوف على النساء يطلعوا، فإحنا تحدينا هاي المرحلة وأجينا بكل جراءة على البلد القديمة، وعشان نعمل إنه البلد القديمة هي في أمان والنساء هي بيشتغلوا وما في عندنا مشاكل، وإنه في كمان بالنسبة للشغل إن المرأة والرجل نفس الإشي، ما فيش فارق بين الرجل والمرأة. وانتجنا والحمد لله هنا مواصل الشغل ومنواصل كمان. تجربة بتأكد انه النساء بيستطيعوا، بيقدروا، بتمكنوا اذا جمعوا كل قدراتهم وطاقاتهم ومواردهم. بيقدروا يعملوا، بيقدروا يحدثوا تغيير بمجتمعاتهم المحلية وبمجتمعنا ككل.